اسلم اسلم لبيس الحمد لله قدم لي روح بون هاي من نختم في اللابوراتوار بون عادي توا من 2017 تخرجت مي عرفت شنو معناتها نخدم في البريفي مامني في لابوراتوار بريفي الحق كيما البطال كيما نخدم انا كيفاش والله شو الفرق بين ليتاتيك والبريفي احكي لنا فرق ما بين ليتاتيك والبريفي حاجه البي في البريفي انك ديما اكتيف في ليتاتيك عباره حاط متكي ومسمار في حيط ونهار تخدم ونهار لا ليتاتيك اضمن اي بون هو اضمن معناتها في كوتي سالير اما شنيا في البريفي لازمك تهز شويه قفه عرفت باش تولي تخلص بالقدا يا ربي اكيد الشهريات في البريفي ماهيش باهيه معناها والله انا مثلا بالنسبه لي كنت نعطي نخدم في البوست نتاعي نخلص مي عرفت شنو ما مش مضمونه كنتي على انه صبين كنتي ما معناتها تخدم سويعة تخدم بوثائق رسميه والله معظمهم كلهم مني تحت الحيط انت ليه نقول لك ايه صحيح مع تاريخ عباره شنو حتى نهار اللي مش تولي طالب بحقك يقول لك اوت فهمت لاني شنو باش تعمل لازمك تخدم وتسكت يعطيك الصحة تخدم تخدم وتسكت وبليس معناتها لازمك تهز شوية بندير شوية تلعب هذاك وهذاك أما أنا ما نجمتش الحق فهمتني كيفاش احكي لنا شوية والله شو نقول لك أنا لازمك عرفت شنية يا عبارة تعيش في مجتمع كيف تخدم في سوسيتي ولا في أي كان معناتها مش تلقى اللي ماشي يكنبص لك واللي باش تلقى معناتها تلقى عاقل واللي باش تلقى ما نعرفش انا اي حكايه معناتها المهم شنو فما اللي يصب معناتها بالفارق من غير معناتها مش يترقى وفما اللي صبيب معناتها فهمني هذاك بالخامه ونقدروا ونحترموا على الاخر نقدروا ونحترموا على الاخر اما شنو معناتها ثم تلقى حتى في خدم معناتها قام جروب مع بعضهم وسافا جوهم بي مي كنتي تقعد المشكله في العرب في العرب فهمتها الحاجة الوحيدة علاش معناتها ما يكونش هذا عارف معناتها بي يا خويا ما يصيرش خلصوا واعطيه معناتها حتى على سويعة زايدة هو لهنا مش يزيد يولي اكتيفي اكثر يولي معناتها انتوا ما تخلصوش على سويعة زايدة ولا بارك الله فيك كهو مش الكل فهمت يوم هذا بي معناتها يمصك وعرفت شنو ياخذ من عندك وما يعطيش معناتها هذا كل معناتها باش يصور خير ربي ما يباركلوش هكاك اكيد يا اخي ما يعرفوا ربي هو بلغتنا نحن ربو الفرنك استغفر الله يا ربي مش عارف نعرف اللي انا قلتها هكي كمان اما عرفت شنو قليل تلقى معناتها ثم شكون اللي خدمت معاهم ما نكذبش عليك معناتها فما اللي يرحم والديه معناتها حتى اللي نخدم معاه توا يرحم والديه فهمتني وفما شكون اللي معناتها بالرسمي عمل له معايا تحكي عن على معناها على البريفي الكل مش على خدمتك انت في فما هو البريفي الكل معناتها ديجا كلها تعاني معناتها وتقاسي من القليل واش تلقى معناتها اللي يصب كون ان شاء الله هم يقعد تاع عوام 13 سنه و 14 سنه وشوفوا شوف انا واحد من الناس كي نقعد بطال ندبر راسي نجيبهم خير وميم طو منا تكوي منا تشوي كيف تقعد بطال ما عندك ما فيش تعمل في تراسيلك معناتها تدخل في الصحبة خايبة وهاي زطلة وهاي ما نعرف شنو وهاي مش تولي لغة حرقة وبرش حكايات هذا ايش نقول معناتها هنا وفي تونس معناتها نسبة البطالة برشا وعقلية كتونسي معظم التونسي ما يحبوش يخدم بالحق والله بالحق نأكد لك انا محمد خلط معناتها الاتراك خلط الديرية خلط برشا البطالة تأثر على السلوك ولا اكيد معناتها فيش انا معناتها شو تلقاني نهار كامل معناتها نضرب نص النهار راقد نقوم نمشي نعمل قهوه باش تعمل قهوه انت شكون باش تلقى معناتها باش تلقى البطاله الكل يعطيك الصحه وش احترامنا للبطاله لا شنو الموضوع مش كونه معناتها يا زطله يا هيا نعملوا كعبيات يا ما نعرفش انا اي موضوع معناتها تلقى روحك حتى كي ما تعمل حد شيء تلقى روحك تعمل موضوع تدخل من كذا 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 ابسط الحاجات تمشي تلعب بلانيات تولي تحلم يعطيك الصحة هذه هو يعني البطالة بيناتنا حاجة خايبة على الأخ وساعات حاجة باهية يعني أنا ساعة معناتها نعمل مشكلة في ال عشت فترة بطالة ولا أكيد عشت ما فوش أكثر من ما فوش أكثر من شهريا هكاك حتى كان أنا بطالة ندبر راسي معناتها
ما نقعدش نخدم تلقى خدمه كذا ما ننتج ما نخليش روحي معناتها علاش خاطر تعودت الوالد ربي فضله والوالده عودوني اني ما نمدش يدي فهمتها يعني لهنا معناتها اني عامل على روحك عيش راجل ونطر الفرنك على روحك معناها ما فماش تبرير للبطاله لا ما فماش حتى تبرير للبطاله نجم تخدم اي حاجه لا لا هو حتى المعاق ينجم معناتها الاعاقه حتى بالعقل معناتها نجم انه واحد معاق ونجم معناتها ما نعرفش انا يرسم لك حاجه حتى بسقيمه المشكله بطال انا واحد من الناس شومور معناتها والله انا تو كان جاي في الاوروب معناتها شومور وما لقيتش ولا وش على خدمه والدوله تعاون فيك صحه يمال هنا معناتها شكون باش يعطيك نهار اليوم معناتها بطال غدوه ما عندك حتى فرنك غدوه باش تلز باش تولي تنطر باش تولي تعمل برشا مواضيع باش تولي ما اوبليجي هذا كما نحكيو كان كنت اصل يعني البطاله باش تهزك انك تتعاطى المخدرات وبعد تعاطي المخدرات باش تولي تنطر والله يخده اي بي يقولوا ما انت مشيش تاخذ صباع زتله واليوم معناتها صباع زتله ب 10000 فهمتني سيجارو تقصد يعطيك الصحه نقولوا سيجارو يعني ايش يجيبها انت ال 10000 وقتها يجيبها يعطيك الصحه هي في الحرام تولي معناتها وقتها يجيبها اما هذيك هي معناتها ما ربي يدي وكاو ما ان شاء الله كل ان شاء الله معناتها لمحاله اي ان شاء الله معناتها فما عقليه قاعده لازم تتنحى انه معناتها لازم واحد يعمل على روحه ما يصيرش اخزلي يخدم معناتها ب 400 ب 450 محاله هي خايبه على الاخر خير من بطل خير من بطل وميم طون تخدم وتلوج معناتها فما حتى كي تخدم مخك وتسال وتبتبت عندك اللونك معناتها انا خدمت معناتها انا خدمت معناتها في وقت كملت القرايه مشيت عملت دي سونتر في سونتر دو تيلي بيرفانونس اونجلي فهمتها معناتها حتى خدمت في سيجما كونسي يعني معناتها تلوج على خدمه مش المهم ما تقعدش شكاكه والحق معناتها تلقى تنجم تلقى ومن بعديك حتى بخدمتي انا واحد من الناس جيت فترات يعني معناتها كل مره سالير حتى يخلي وصلت سالير به الحرقه ما نخممش فيها جمله كومبليتمون خاطر الحرقه فما برشا ريسك بون فما خيوط انت عرفت انك ما تنجمش توصل جوك به ما يحكي فرق ميرسي بوكو خلي لك كلمه الختام والله انا جيت على محاله حبيت نجي نحكي ديديكاس صاحبي خليل قال لي بجربك تدب تعدي وتقام مد وجهك تحيه لخليل بريك فهمني حاسين وعايشك فهمني ميرسي عايش.